النهاردة الصحف القومية الثلاثة الأخبار والأهرام والجمهورية نشروا الجزء الأول من حوار رؤساء تحرير الصحف دي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي اتكلم يمكن أكتر الكلام كان عن الوضع الاقتصادي، وقال إنه قال الرئيس إن احنا بنعيد صياغة الاقتصاد وبنجدد دمه لبناء الدولة اللي التي نريدها، وقال إنه واثق في المواطن البسيط واستعداده للتحمل طالما إنه متأكد إن رئيس الجمهورية لا يبيع له الوهم. وقال كمان رئيس إنه في سباق مع الزمن علشان يوجد حل جذري لكل مشكلة بتواجه المصريين. اتكلم الرئيس على ان لجوء مصر للاقتراض تم في اضيق الحدود، وان مفيش ادنى خطوره على مصر في نظام السداد. وجه حواره كمان او حديثه للمستثمرين، وقال ان الدوله بتدعمهم ومفيش حد هيقدر يمسهم طالما انهم بيشتغلوا. اتكلم بقى عن السوق والعرض والطلب والارتفاع الاسعار، وقال الرئيس انه مش هيسيب الناس اسرى لاليات السوق. برضو الرئيس اتكلم عن عدد من المشاريع والشغل، تسليم مصانع مدينة الأساس والجلود لصغار الصناع خلال 9 شهور. اتكلم كمان على ان الدولة جاهزة لتسليم 100,000 فدان للأفراد بعد الإجراءات الإدارية في مشروع 1.5 مليون فدان. اتكلم عن اكتمال انشاء 3 مطارات دولية. برضو المشاريع اللي شغالة فيها الدولة اللي هي محور 30 يونيو اللي هيطلع من بورسعيد للحدود مع السودان، ده هيخلص على نهاية السنة دي، واطلاق مدن الصعيد الجديدة خلال شهرين. زي ما بقول لحضراتكم، برضو الرئيس وعد انه الأسعار هتنخفض قبل شهر رمضان. ده كان الجزء الأول. في جزء تاني هيتنشر بكرة، في بعض المعلومات كده عن الجزء التاني من الحوار. وأهم حاجة جت في الجزء التاني ده انه في تعديل وزاري قريب. الرئيس قال نصا انه ما يحتاج الى تصويب سنصوبه.